طبعا لمزيد من التفاصيل عن جديد، جاد يلتحق بنا جاد عبر الهاتف. جاد، مساء الخير. مساء الخير أخي عبد الرزاق، ومساء الخير لكل اللي عم يسمعونا بأحلى بلد أنا بعتبره هو بلد جزائر. شكرا، الله يخليك جاد. طبعا كنا في اللحظات التي مرت نتحدث عن جديدك، وطبعا كل عشاق صوت جاد نخلي ينتظرون الجديد، وكنت ربما في الكواليس تحدثت معي عن أنك هذه الأيام كل أيام كل وقتك يعني تستغرقه في الأستوديو، أكيد في جديد جاد. نعم صحيح أخي عبد الرزاق، أكيد في شيء جديد وعم حضر أنا أشياء جديدة، إن شاء الله بالقريب العاجل رح تبلشوا تسمعوا الأشياء الجديدة. نعم هالمرة كمان عم بيكون في تعاون بيني وبين عدد من الأصدقاء كمان، نعم والأبرز إني الفنان الملحن والموزع بلال الزين، والشاعر المصري نادر عبد الله، كمان في الشاعر اللبناني منير أبو عساف. في يعني عدة تحضيرات عم حضرها، ان شاء الله رح لاقي الوقت المناسب بس لحتى خلصها ونزلها على الاسواق وتقدروا تسمعوها ويسمعوها الناس اللي بحبوني ان شاء الله يا نعم رب. نعم جميل. طيب جاد، نتحدث عن فيديو الكليب الأخير الذي كنت قدمته، وطبعا يعني كل من يعشق صوتك يعني كان تابعوا الفيديو يعني بشغف، وتم عرضه على كبرى القنوات العربية. إذا كان بالإمكان نتحدث على هذا الفيديو. نعم أخي عبد الرزاق، أكيد أنا بمسيرتي الفنية قدمت الحمد لله كذا عمل، وأكيد صورتهم على طريقة الفيديو كليب. بنحكي أنا إلي فترة مأثر بهذا الموضوع، نعم لأنه آخر كليب عملته بسنة 2010، بتخيل 2009 و2010 هذا آخر كليب كان لإلي نعم انعرض عبر الشاشات التلفزيونية. مأثر بهذا الموضوع لأنه الناس عم تطلبني أكثر بأعمال أكثر مصورة، بما أنه أنا نزلت أغاني منفردة بس ما صورتها، نعم يعني كانت أوديو بس نزلتها بشكل أوديو، وكان في طلب كتير كبير من الناس اللي حبون انه نصورها، بس كنا نحن مرئين بمرحله بالوطن العربي كانت الامور سيئه جدا، فطولت بالي وهلا ان نعم شاء الله عم بفكر انه بالاعمال اللي هلا عم حضرها انه يكون لها كليبات وتنتشر عبر كل الوطن العربي ان شاء الله يا رب. جميل. طيب هنا جاد، كيف يلعب الفيديو كليب دوره لإبراز الأغنية وجمالية الأغنية طبعا؟ طبيعي نحن بعصر هلا بعصر صارت القنوات يعني يعني بتوصل الغنية بالسهل الممتنع في اعتبر بهذا العصر نحن اللي نحن فيه، نعم فاكيد الكليب هو بيساعد الاغنيه كثير للانتشار وبيوصلها للناس وبيوصل الفكره، يمكن الفكره اللي بتناسب موضوع الاغنيه للناس. في كليبات كتير عم تنجح، في كليبات كتير كمان ما عم تكون قد المستوى، ما بعرف المواضيع اللي عم يطرحوها للناس، عندي تحفظ بالنسبة لهذا الموضوع أكيد، نعم من خلال فنانات ومن خلال فنانين عم يقدموا أعمال سيئة جدا للناس وعم يفوتون على بيوت الناس وعم يفرجوا أولاد صغار هالأشياء، فعندي تحفظ بالنسبة لهذا الموضوع. نعم طيب إنما بينما إنه الكليب أكيد ما في شك إنه بيوصل الأغنية لأكبر عدد ممكن من الناس وبالسهل الممتنع أكيد نعم بهالعصر يعني. جميل. طيب جاد، في الآونة الأخيرة يعني كل شركات الإنتاج بلبنان أو بمصر أو بالوطن العربي ومعظم الفنانين أصبحوا يتوجهون إلى الأغنية المغاربية، سواء كانت تونسية أو جزائرية أو نعم مغربية. هل نعم يفكر جاد ربما في غناء واحدة من يعني أنه يكون في ألبومك الجديد واحدة من الأغاني المغربية؟ والله والله يا ريت، لانه انا من الفنانين اللي بحب كثير الذوق فكرت في الموضوع جاد؟ الفن الطبيعي. انا هلا انا بوارد انه نشتغل على شيء اغنيه مغربيه عربيه، يعني ان كانت جزائريه او مغربيه او تونسيه، لانه هذا اللون اكيد كثير منتشر وكثير حابينه الناس بالوطن العربي نعم وكثير له جمهور واسع. خصوصا بعد الضجة اللي قام بها ربما الفنان سعد المجرد أو كذلك أسماء المنور وغيرهم من الأسماء.
مظبوط. فالأغنية المغربية العربية صار لها انتشار كتير كبير والناس حابينها كتير، وأنا من خلال حفلاتي حتى أو وجودي بالحفلات عم بلاقي كتير ناس عم تطلب هيك أغاني وهيك أنواع من الأغاني. وعلى فكرة في نكهة جديدة، أنتوا عندكم نكهة كتير حلوة بألحانكم وبلكنة اللكنة، إحنا بنقول لكنة اللهجة اللي وهنا جد لا ننسى الكينج خالد، ربما الذي أوصل ربما الأغنية طبيعي العربية بصفة عامة إلى العالمية. نعم طبيعي تفضل جد. طبيعي. وكان لي الشرف انه اتلاقى فيه مره كمان للكينج خالد كمان، وكمان وصلت له محبتي لهاللون اللي بيقدمه من هالمغنى. نعم فاكيد يعني ما بعرف، ما بدي اقول لك امتى رح اعمل هذا الشيء او رح اقوم بهيدي الخطوه، بس الموضوع براسي وعم فكر فيه جديا. نعم وان شاء الله هيك يا رب من خلالك او من خلال اللي عم يسمعونا انه يقدموا لنا هيك في عمل يكون جزائري او مغربي او شيء، بحول ما الله. بعرف طيب جات نقدر قريبا في نوصل كمان الجزائر؟ بصوتنا. نعم طيب جات قريبا في الجزائر في بعض الحفلات أو؟ والله يا ريت، انا بكل صراحه بتمنى انه اكون موجود بين الجمهور الجزائري الذواق للفن واللي عنده هيك عطش للفن الاصيل والفن الحلو. نعم فعندي جمهور كثير، بعرف عندي جمهور من خلال متابعتي نعم للسوشيال ميديا، عندي جمهور الحمد لله بالجزائر كثير مهم، فنكون موجود معهم على الارض واعمل لهم حفلات ونكون عم هيك عم ننبسط مع بعضنا على الارض. بحول يا الله. ريت يا ريت. طيب سؤال أخير وباختصار جاد، ألبومك الجديد متى سينزل إلى الأسواق حتى يتمكن كل المستمعين من سماعه؟ نعم أنا بالوقت الحاضر هلأ مثل ما بتعرف نحن بالمطبخ الفني عم نطبخ الأعمال، بعد مش محددين وقت أو تاريخ لحتى نصدر الألبوم وينزل على الأسواق، بس أكيد رح تعرفوا أول ناس بإذن الله، رح تعرفوا أول ناس إنه أنت حيكون في إلي جديد ورح ينزل ورح وصلكم إياه لأول ناس. وبتمنى إنه كمان هالمرة أقدر كمان الله يوفقني باختياراتي للأعمال عم بقدمها للناس إن إن شاء شاء الله الله يا رب، إنه يكون هالأعمال كمان بتليق فيهم وبتليق بسمعهم يا رب. بحول الله. جاد شكرا جزيلا على تواصلك معنا، ونتمنى أن كل متتبعيك قد استمعوا لتصريحاتك خصوصا فيما يخص جديدك الفني. نتمنى لك كل التوفيق جاد. شكرا شكرا أخي عبد، شكرا شكرا أخي عبد.